السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين. النهاردة هنتكلم عن قاعدة مهمة جدا من قواعد السودوكو، وهي قاعدة إكس واي وينج. القاعدة بسيطة جدا وسهلة، وسهل التعرف عليها. هنتعلم إن إحنا إزاي نبحث عنها، وإزاي نطبق القاعدة بطريقة سليمة، وإزاي إن إحنا نتأكد إن الحل بتاعنا صحيح من خلال تطبيق القاعدة. طيب نبدأ توكلنا على الله. هي أولا كده القاعدة عشان تبقوا عارفين بتتكون من ثلاث أرقام بيتوزعهم على ثلاث مربعات بشكل ثنائي مختلف. لازم يكونوا الثلاث أرقام مختلفين، يعني لو فرضنا رقم 3 و4 و5 هيبقى عندنا القاعدة لازم يكون فيها 3 5 و4 و3 4 و4 5، بحيث ان التلات ارقام دول ما فيهمش اي متشابه. اتنين منهم بيجوا مع بعض في خلية واحدة، والتالت بيجي على امتداد احدهم في خلية مختلفة. كمثال مثلا عندنا التلات ارقام اللي هم دول، بيكون في واحدة منهم جسم وجناح اول وجناح تاني. الجسم بنعرفه ازاي؟ الجسم بيكون على امتداده الجناح التاني خارج الخلية، وبيكون معاه داخل الخلية الجناح الاول. طيب هيجي واحد يقول طب ما انا عندي هنا 4 5، ليه ما اخدش ال 4 5 تكون الجناح الاول بدل ال 3 5؟ هقول عشان ال 4 5 هنا هتكون متماثله مع الأربعة خمسة هنا، يبقى كده في تشابه بين الأرقام، يبقى ما تنفعش. احنا قلنا شرط القاعدة، لو أنت ملاحظ هنا الجناحين أربعة خمسة وثلاثة خمسة مختلفين، والجسم كمان مختلف معاهم أربعة ثلاثة، يبقى أصبح الثلاث مربعات بأرقام مختلفة. طيب احنا إزاي نبحث عن القاعدة؟ احنا البحث عن القاعدة بيكون سهل. بندور مثلا في الرقم واحد الأول ونشوف الأرقام الثنائية اللي في رقم واحد. زي ما انت شايف كده الارقام الثنائية عندي 1 و6 1 و8 1 و8 و2 منهم على خط واحد، يبقى الرقم واحد ما فيهوش. طيب هنشوف الرقم 2. طيب رقم 2 زي ما انت شايف 2 4 على خط واحد، والباقي ما فيش ارقام ثنائية، يبقى ما هوش في رقم 2. هنشوف الرقم 3، هنلاحظ ان الرقم 3 لما حددنا المربعات اللي بالرقم 3 ظهر هنا 3 5 وال 3 4. طيب هدور في امتداد احدهم، يعني لو بصيت فوق ال 3 5 مش هلاقي. طب لو بصيت فوق ال 3 4 هلاقي ال 4 5 اللي هي الثالثه بتاعتهم، اللي هي كماله الثلاثيه. زي ما انت شايف هنا هم هنا مكملين ثلاثيه 3 4 و 3 5 و 4 5، يبقى الرقم بتاع 4 5 ده هو اللي لازم يكون مفقود. هدور عليه سواء بالعرض مع احدهم، يعني لو لقيت هنا 4 5 هتكون معايا الاكس واي وينج، لو لقيت هنا في السطر ده 4 5 يبقى هتكون معايا الاكس واي وينج، لو لقيت في الصف ده 4 5 هتكون معايا الاكس واي وينج. يبقى انا كده حصلت على الاكس واي وينج بالطريقه الصحيحه، واول حاجه هتاكد منها ان الثلاث ارقام يكونوا مختلفين. هو المكون بتاعهم واحد، ثلاث ارقام اللي هو 3 و4 و5، لكن لو شفنا هنلاقي هنا 4 5 مفيش زيها هنا. طب دي 3 5 الاثنين مفيش زيهم هنا. طيب دي 3 4 الاثنين مفيش زيهم هنا، كده انا ماشي سليم. طيب احنا هنحاول ان احنا نميز بالرسم. انا عندي جسم وجناحين، طيب هنخلي الجسم وليكن ده الجسم، تمام، وده الجناح الاول بيكون مع الجسم داخل الخلية، والجناح التاني بيكون على امتداد الجسم خارج الخلية اهو. بعد ما عملت تحديد لهم، اول حاجة هعملها هبص للجناحين، ادا الجناح الاول وادا الجناح التاني، ايه الرقم المشترك بين الجناحين؟ هلاقي ان الرقم المشترك بين الجناحين هو الرقم 5، هو الرقم 5. يبقى الرقم 5 ده هو اللي هيتحذف. ايه هي اماكن الحذف؟ اماكن القتل المستهدفة اللي احنا هنموت فيها الرقم 5 فين؟ بسيطة جدا،
انت هتروح على الجناح التاني، هتروح تقف على الجناح التاني وتمشي في اتجاه الجناح الاول. طب الاتجاه الجناح الاول هنا موجود في الصف ده اهو، خلاص. طب الخلايا المستهدفه هتكون فين؟ اللي مع الجناح التاني فوق الجناح الاول. يبقى دي الثلاث مربعات دول خلايا مستهدفه، لو فيهم الرقم 5 هيموت. ايه كمان؟ يبقى هنروح في اتجاه من الجناح الاول في اتجاه الجناح التاني اهو، هيبقى الخانتين دول طبعا الجسم. لا يعني بمعنى تاني، الخلايا اللي بتشوف الجناح الاول وفي نفس الوقت تكون على خط واحد مع الجناح التاني هي اللي بتكون مستهدفة. زي ما انت شايف هنا الثلاث خلايا دول مع الجناح التاني وفي نفس الوقت على خط واحد مع الجناح الاول، والخليتين دول مع الجناح الاول وفي نفس الوقت على خط واحد مع الجناح التاني. يبقى الخلايا اللي هي بتشوف الجناحين في نفس الوقت هي الخلايا المستهدفة، والرقم المستهدف زي ما عرفنا هو الرقم 5. طيب هنشوف نظرية العمل مع بعض ونشوف بتمشي ازاي. طيب هنيجي للجناح الاول، وهنفرض ان الجناح الاول جاء رقم 5. لو جاء رقم 5، لو الاحتمال الاول جه رقم 5، فخلاص النقط المستهدفة زي ما انت شايف ماتت، هنا مفيش نقط لان في ارقام، خلاص مفيش احتمالات، فالرقم 5 حقق الهدف. طيب الاحتمال التاني ان يجي رقم 3، لو جه هنا 3 يبقى لازم يجي هنا الرقم 4، ولو جه هنا الرقم 4 يبقى اجباري هيكون هنا رقم 5، وفي حالة وجود رقم 5 هنا يبقى لو في 5 هنا هتموت، ولو في 5 في الصف ده هيموت، وده الإثبات بتاع القاعدة. وكده اتأكدنا من القاعدة وإن القاعدة فعالة وشغالة بشكل سليم. يبقى عرفنا القاعدة عبارة عن إيه، وإزاي بنقدر نعثر عليها، وإزاي بنتحقق إن إحنا مشينا صح في حذف الأرقام اللي إحنا حذفناها، وتأكدنا إن العملية سليمة. كده القاعدة تمام، وأعتقد إن أنا وضحتها. وناخد مثال آخر بقى على القاعدة. 1 3 مع بعض داخل الخلية، الرقمين متشابهين يبقى مش هتنفع. طيب 1 3 و1 9، 1 3 و1 9 يبقى عايزين 3 9، 3 9 تكون على امتدادهم خارج الخلية، مفيش، يبقى برضو غير صالحة، يبقى الرقم 1 غير صالح، هنشوف الرقم 3. طيب الرقم 3 عندنا 3 9 و3 8، على امتداد احدهم 3 8 يبقى متشابه، يبقى مش هينفع. طب نشوف غيره، هنلاقي 1 3 و1 3 مع بعض يبقى ما تنفعش. طب هنا 3 8 و3 9 3 5 على امتداده يبقى مش هينفع. طيب على امتداد ال 3 8 وال 3 9 1 3 يبقى مش هينفع، يبقى كده انا خرجت بالارقام بره، يبقى رقم 3 ما فيهوش. طيب هنشوف الرقم 4، الرقم 4 زي ما احنا شايفين 4 9 1 4، 4 5 8 دخل في ثلاثي، مش هينفع، مش مكونة. هنشوف الرقم 5، 3 5 8، هتلاقي ال 5 8 وال 3 8 وال 3 5، يبقى نوضحها بالرسم. يبقى 3 5 8 هم الثلاث ارقام المستخدمه في القاعده. هتلاقي عندك ادي ال 5 8 وال 3 5 وال 3 8، يبقى ده الجناح الاول وده الجناح الثاني. طيب احنا كده نبحث عن النقط اللي هي بتتقاطع بين الجناحين او اللي الجناحين بيقدروا يشوفوها. لو لاحظنا هنلاقي ان ده الجناح الثاني وده الجناح الاول، نعمل لهم تحديد باللون الازرق عشان احنا عندنا دول الجناحين، خلاص. نقط التقاطع بين الجناحين هي النقط المستهدفة، هنعمل النقط المستهدفة باللون الاحمر زي ما احنا شايفين، دي نقطة التقاطع بين الجناح الاول والجناح التاني، وهنا في الخلية دي دول نقط التقاطع. يبقى اصبح المستهدف هو العامل المشترك بين الجناحين، وزي ما احنا شايفين العامل المشترك بين الجناحين هو رقم 3،
يبقى أصبح رقم 3 هو المستهدف. طبعا هنا مفيش، هنا في رقم 3 يبقى هيتم حذف. خلاص طيب نتأكد من القاعدة. احنا عندنا الجناح الأول زي ما احنا شايفين في 3 و8، هنفرض ان جه في الجناح رقم 3، لو جه رقم 3 خلاص يبقى ال 3 ماتت. خلاص طيب هنفرض ان هو ما جاش رقم 3 وجه رقم 8، لو جه عندنا رقم 8 هنا يبقى لازم يجي هنا رقم 5، خلاص ال 8 هنا هيموت يبقى ده بقى 5، ولما تيجي ال 5 هنا يبقى اكيد هنا هيكون الرقم 3، وفي الحالة دي هتكون التلاتة اللي هنا ماتت. يبقى احنا كده اثبتنا القاعدة والقاعدة سليمة. وناخد مثال اخر، هنا هنحاول نبحث على الـ XY Wing. هندور في الرقم 1، احنا عملنا علامات على الرقم 1، الملاحظات اللي بتحتوي على رقم 1 في الخلايا كلها وموضحة قدامنا باللون الاخضر. هنلاقي ان مفيش ارقام فردية فيهم غير ارقام زوجية غير 1 2 بس ومش مكرر تاني، فخلاص يبقى ما هواش رقم 1. طيب هنشوف رقم 2، دي الخلايا اللي بتحتوي على رقم 2 داخل اللعبة في الملاحظات. طيب هنلاقي ان رقم 2 هنا بيحتوي على القاعدة، هنوضحها زي ما احنا شايفين 2 4 5، رقم 2 4 5 كونوا الثلاثي بتاع الـ XY Wing. هتلاقي هنا ده الجناح الثاني على امتداده بيكون الجسم وده الجناح الأول. خلاص؟ طيب نقط القتل هي الخلايا اللي بتشوف الجناحين، يبقى أي خلية بتشوف الجناحين هتكون موضع للقتل. زي ما أنت شايف هنا دي مكان القتل، ليه؟ شايفة الجناح التاني وفي نفس الوقت شايفة الجناح الأول. مكان السبعة دي نفس الحكاية، شايف الأربعة خمسة هنا وشايف الاتنين خمسة هنا، التسعة نفس الحكاية، يبقى التلات خلايا دول مستهدفين، شايفين الجناح الأول معاه في نفس الخلية وكمان شايفين الجناح الثاني، والمربع والثلاث مربعات دول شايفين الجناح الثاني معاه في نفس الخلية وفي نفس الوقت على نفس الخط بتوع الجناح الأول، يبقى دي الخلايا المستهدفة. طيب هنشوف الرقم اللي هو عامل مشترك بين الجناحين، احنا عندنا الجناح الثاني هنا هنعمله بلون أزرق أهو 4 5، والجناح الأول 2 5، الجسم اللي هو 4 2، دايما بنخلي الجسم دائري عشان يبقى الشكل واضح بالنسبة لك، يبقى ده جسم الطائر، ده الجناح الأول بتاع الطائر وده الجناح التاني على امتداد الجسم. دي الخلايا المستهدفة بتكون في الأماكن دي وبتكون في الأماكن دي. عرفنا الأماكن دي ازاي؟ قلنا أي خلايا بتكون شايفة الجناحين، يعني تكون مع جناح وفي نفس الوقت في الخانات اللي تشوف فيها الجناح الآخر، زي ما انت شايف هنا، هنا مع الجناح التاني شايفاه وفي نفس الوقت شايفة الجناح الأول، وهنا مع الجناح الأول وفي نفس الوقت شايفة الجناح التاني على نفس الخط معاه. كده القاعدة ناجحة. طب هنختبر القاعدة، احنا قلنا باختبار القاعدة هنروح للجناح الأول، الجناح الأول فيه 2 5. طيب زي ما احنا اتفقنا بنبدأ بالجناح الأول عشان نشوف الخلايا نتأكد ان الوضع سليم. الجناح الأول زي ما انتم شايفين موجود فيه 2 2 و5، لو ظهر رقم 2 الأول يبقى هيكون الجسم 4، الاتنين هتتحذف منه، يبقى هيكون الجناح التاني 5، وفي حالة الجناح التاني 5 خلاص يبقى الأهداف ماتت اللي احنا عاملين عليها دوائر حمراء. يبقى كده بوجود دي 5 زي ما انتوا شايفين هتكون الخمسة دي ماتت وهتكون الخمسة دي
ماتت، وده الاحتمال الاول ان يجي في الجناح الاول 2. طيب هنشوف الاحتمال الثاني وان يجي رقم، لو جه رقم 5 هنا فخلاص الخمسة دي اتحذفت والخمسة دي اتحذفت، خلاص يبقى في الاحتمالين مات الهدف. اعتقد وضحناها باكتر من مثال، هندي امثلة لكم ان انتوا ازاي تطلعوها وهنحط الحل. انت وقف الشاشة وطلع القاعدة وحلها واحنا هنحط الحل، تشوف انت مشيت صح ولا غلط. توقف الشاشة كده، سهلناها عليك. طيب كده دي القاعدة احنا وضحناها، الجسم الجناح الاول الجناح الثاني، دي الرقم اللي هيكون مستهدف. هندي مثال اخر، هنا مثال اخر هنسهلها عليكم خلاص. من خلال الالوان الخضراء تقدر تحصل على اكس واي وينج. طيب ده الحل زي ما انت شايف، ده الجناح الثاني وده الجناح الاول وده الجسم ودي النقاط المستهدفة. طيب هنشوف مثال كمان، حاول توقف الفيديو وتطلع اكس واي وينج، هنسهلها. وقف الفيديو وحل. طيب ده الحل زي ما انت شايف، ده الجناح الثاني منفرد وده الجناح الاول وده الجسم ودي النقطة المستهدفة. ناخد كمان مثال الأخير، حاول تطلعها، وقف الفيديو وطلعها. طيب هنسهلها عليك، طيب ده الحل وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلال أبو عمر.